أكيد الفلوس مش كل شيء، ولكن مع أزمة كوفيد العالمية آلاف المؤسسات التعليمية أفلست، وبدأ البعض يبحث عن حلول من خلال التعليم عن بعد. جامعة باشن العالمية المفتوحة بأمريكا تقدم بعض الحلول من خلال الملتقى الدولي للاستثمار في التعليم الإلكتروني 17 مايو 2021. كونوا معنا لتصلوا إلى الحرية المالية، وسيكون معنا مجموعة من الخبراء من مختلف الدول. الملتقى هو أفضل فرصة للتعرف على المدراء والخبراء والمستثمرين وتعريفهم بمؤسستك التعليمية، كما سيتم توقيع عقود شراكة ووكالات حصرية. كان معكم دكتور إسماعيل أحمد، رئيس الجامعة. جامعة باشن العالمية المفتوحة بأمريكا، متعة التعليم الإلكتروني الهادف.